سوري. هنقول الجزء ده تاني لانه ممكن يكون لما اتقطعت بنقول انه الحته التانيه كمان عملت فند زي الناشونال انستيتيوت اوف مينتال هيلث، يعني المركز القومي للصحه النفسيه، وايضا مراكز تانيه للديسيز كنترول. ديسيز كنترول يعني الضبط والتحكم في الامراض والوقايه منها، وده بيوضح لنا انه الايرلي انترفينشن، الايرلي هنا انترفينشن يعني التدخل المبكر. ها في عندنا كلمه اسمها ايرلي ديتكشن، ايرلي ديتكشن، ايرلي ديتكشن، ايرلي ديتكشن يعني التعرف المبكر. هنا عندنا ايرلي انترفينشن يعني التدخل المبكر، التعرف المبكر يعني قبل ما تحصل المشكله. كان بريفنت ميني ميني ادلوسنس ريسك بيهيفير، وده ممكن يمنع المشكلات عند الولاد المراهقين قبل ما تحصل. نيجي بقى للجزء الثاني، بيقول لنا دي السكند اديشن، الطبعه الثانيه من الندى، اكسباند ريسيرش بروجرام، وسعت البحوث وايضا اتسعت المعلومات الاساسيه نوليدج بيس، ها بروجرام اند نوليدج بيس، وبقت دبل سايز، وكلها اتعملت تو اندرستاند عشان نفهم اباوت ليتست ريسيرش، يعني نعرف احدث ليتست يعني احدث بحث اتعمل في هذا المجال، عشان نناقش اديشنال كويشن، نناقش اسئله اضافيه واجابات في نيو في نيو شابتر. نيو شابتر يعني فصل جديد on community planning، ازاي نخطط المجتمع، and more information on the core، في جوهر جوهر ال elements العوامل او العناصر في البحث اللي بيعتمد على فكرة الوقاية. ايضا بنقول اتش شابتر، كل فصل بينتهي بيه كوميونيتي اكشن بوكس، بيخرج بيه اكشن، يعني الحاجات الفعاله اللي هنعملها فعلا، الخطوات الاجرائيه يعني. فور برايمري ريدرز، بيرنتس، ايديوكيتور، كوميونيتي ليدر، خلاص عرفتيها. از ان ذا فيرست اديشن ذا ديسكريبشن، في وصف كمان للبريفنجن بروجرام، بنوصف البرامج الحمايه، وبريزنتد اكزامبل، بيقولوا كمان امثله بتعتمد على الكرنتلي افيلبل، البرامج الموجوده حاليا، كرنتلي يعني حاليا. ذا اكسباندد، هنا حاله الامتداد لسلكتد ريسورسز، ان احنا نختار مصادر جديده، ها بنقدمها على الويب سايت بتاعهم، بيقدموها على الويب سايت بتاعهم. سبونسرد يعني السبونسر يعني اللي هو بنقول عليه الراعي، لما نقول المؤتمر اتعمل سبونسر باي ذا بريزيدنت، يعني الراعي هو رئيس الجمهوريه، او الراعي هو رئيس مش عارفه ايه، اي حاجه. بنقول فيدرال اند برايفت سيكتور، وكمان بعض الوكالات القطاع الخاص، برايفت سيكتور يعني القطاع الخاص اللي هم زي سويدس، زي ما يعني الحتت اللي هي قطاع خاص كده بتساهم في كل ده. سام فيتشر ريجستر رايز اوف افكتيفنس، بنقول في بعض الملامح تم تسجيلها للبرامج المنع الفعاله مع الايجنسيز، مع هذه الوكالات اللي حطت سيلكشن كرايتيريا، حط فكره كرايتيريا يعني المحكات، جايه من كلمه كرايتيريوم، كرايتيريوم يعني محك واحد، لكن كرايتيريا يعني محكات كتير، شايفه الجمع مختلف ازاي؟ مش بالاس، فكرايتيريوم يعني محك، محك كرايتيريا محكات، المحك اللي بنحكم بيه يعني. كرايتيريا اند اذر ريسورسز فور كوميونيتي بلاننج، ذا سيلكتد ريفرنسز سكشن انكلود اب تو ديت بوكس، يعني ايه اب تو ديت؟ بنحدث الكتب وبنحدث الجورنالز والمقالات اللي موجوده فيها لمور انفورميشن، عشان نحصل على معلومات اكبر في مساله البحوث التي تتعلق بالحمايه او الوقايه. كمان بنقدم effort among children والadolescents at home in home school and communities nationwide، يعني في كل الناس ممكن تستخدمها على مستوى. خلاص كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الجزء التمهيدي، ودخلنا في الجزء الاساسي اللي هو prevention principles اللي هي اساسيات الوقايه واساسيات المنع.
بنقول هذه النسخه This Revised Revenging Principle have emerged وظهرت. emerge يعني يظهر، وظهرت من الدراسات البحثيه اللي فاندد اللي مولها النيدا. احنا عرفنا النيدا مش هنعيدها تاني. On the origins في اساسيات، origins يعني الاصل، جاء من originality الاصل بتاع الدراج ابيوز بيهيفير، السلوكيات التي تتعلق باصل التعاطي. And the common elements والعناصر الشائعة، common elements يعني العناصر الشائعة اللي بنلاقيها في البحوث on effective prevention program، بتعتمد على البرامج الفعالة بتاعت الوقاية اللي بتتضمن البيرنت والإيديوكيتور والكوميونيتي ليدرز القادة المحليين اللي بيستخدموا هذه الأساسيات to help guide their thinking، يعني نغير أفكارنا ونغير البلانينج بتاعتنا، الخطط بتاعتنا، ونختار ونعمل كمان برامج، نسلم برامج جديدة للمجتمع على مستوى المجتمع المحلي. والريفرنس فولوينج ايتش برينسيبل ار، بنحط المراجع بعد كل ايه، بعد كل ريبريزنتيف اوف كرنت ريسيرش، بعد كل قاعده من القواعد اللي احنا حاطينها في البحث. دي المقدمه. بنقول بقى ريسك فاكتورز العوامل المخاطره، اند بروتكتيف فاكتور عوامل الحمايه او الوقايه، يعني حمايه او وقايه الاثنين ماشيين. بنقول برينسيبل 1 اللي هو القاعدة الأولى، إيه هي القاعدة الأولى؟ Prevention programs should enhance، بنقول إنه القواعد الأساسية لابد enhance يعني تعزز، كلمة enhance جاية من enhancement التعزيز، يبقى تعزز أو تعلي protective factors العوامل الحماية and reverse ويغيروا الوضع اللي موجود أو يقللوا reduce يخفض risk factors. ادي حاجه بيقولوا بقى ايه ذا ريسك اوف بيكامينج، يعني المخاطره في انه يصبح الشخص ابيوزر اللي هو مين، اللي هو الشخص اللي بيتعاطى المخدرات دي، اللي هو الشخص اللي بيسيء استخدام المخدرات دي، يعني يدخل في ريليشن شيب، يعني يدخل في علاقه امونج ذا نمبر اند تايب اوف ريسك فاكتورز، يخش في حاجه تتعلق بالرقم ونمط الريسك فاكتورز، لان بعد كده هنقولها. على سبيل المثال ديفينت اتيتيود اند بيهيفيرز، يعني الاتجاهات السلبيه. ديفينت جاي من ديفيجن يعني الانحراف، لما نتكلم عن الانحراف المعياري فنقول ديفينت يعني ينحرف، فديفينت اتيتيود يعني الاتجاهات المنحرفه اند والسلوكيات اند بروتكتيف فاكتورز وعوامل الحمايه. على سبيل المثال بارنتال سبورت، يعني الدعم الاسري ده بيعتبر بروتكتيف فاكتورز، يعني هنا هو بيعتبر البارنتال سبورت الدعم الوالدي، ونقصد الوالدي الام والاب، يعني بنعتبره ده بروتكتيف فاكتورز. طيب ذا بوتنشال الطاقه او القوه اللي بتاثر، امباكت دي خدتوها كتير قوي، خدتوها في الماجستير كتير معايا، امباكت اوف سبيسيفيك ريسك، انه يعني تاثير مخاطرة معينة and protective factors وعوامل حماية معينة it changes with age، تتغير بالزمن بالعمر، يعني اللي ينفع للعيال الصغيرة قوي اللي هم ابتدائي وكده ما ينفعش للعيال بتوع اعدادي، اللي ينفع لبتاع اعدادي ما ينفعش بتوع ثانوي، وبالتالي بيقول انه ده مرتبط بالايج بالعمر. يعني for example على سبيل المثال risk factor within the family have greater impact on younger child، لان العيال الصغيره التاثيرات اللي بتبقى عليهم مش من بره الاسره، دايما تبقى من جوه الاسره. while association with drug abusing peers، لكن العيال لما بتكبر شويه اللي هي المراهقه بتاثروا بصحابهم. يبقى بالنسبه للاطفال الصغيرين اذا وقعوا في مخاطر الادمان ربما تكون الاسباب من داخل الاسره، اما بالنسبه للمراهقين ممكن تكون الاسباب ترجع للبيرز، ودي اكدتها بحوث كتير الحقيقه، حتى بحوث في مصر، يعني البحوث الاخيره اللي عملها الدكتور مصطفى سويف قبل ما يموت كلها بتقول انه البيرز لهم هاي انفلوينس اون تشيلدرن، هاي انفلوينس اون ادلسنس. وايل اسوسيشن ويز دراج ابيوزنج بيرز مي بي ا مور سيجنيفيكانت ريسك فاكتور ان ادلسنس. طيب early intervention التدخل المبكر
شكله with risk factors مع عوامل المخاطرة، يعني اللي هي ايه aggressive behavior. ايه عوامل المخاطرة؟ انه يكون كمان عنده aggressive behavior and poor self control، ومعندوش ضبط جيد لذاته. لما نقول poor هنا يعني فقير، او لكن مش هنقولها فقير وإلا هتبقى كلام مش منطقي في الترجمة. هنقول poor self control يعني الضبط الذات عنده ضعيف او قليل. often has a greater impact، وده من المفهوم ذاته لما يبقى منخفض هيأثر على الانترفينجن by changing child life path، نأثر على life path. life path يعني ايه؟ يعني مسار الحياة. life path يعني مسار الحياة، معطين بالقوسين trajectory هي مسار الحياة. trajectory يعني معناها مسار الحياة. away from problems and يعني ان احنا نبعده، نعمل مسار حياته عن المشكلات، تورده ونقربه من البوزيتيف بيهيفيرز، من السلوكيات الايجابيه او الموجبه. الكوتيشن اللي بعد كده بنقول بينما الريسك اند بروتكتيف فاكتورز عوامل المخاطره وعوامل الحمايه كان افكت بيبل اوف اول جروبس، يعني ممكن تصيب كل الناس في كل الجماعات. هذه العوامل can have different effect، ممكن يبقى لها تأثيرات متباينة ومختلفة depending on a person age. يعني في عوامل تانية بتدخل، انه العمر قد ايه، الجندر ذكور ولا اناث، الاثنيسيتي اللي هي الاصل العرقي عقومي، الكالتشر الثقافة بتاعتهم، والانفايرومنت. كل دي عوامل بتأثر. ادي برينسيبال 1 ده خلاص قلناه. برينسيبال 2 خدي بالك يا عزة انك you can benefit from this paper في البروجرام بتاعك، يعني انت تقدري تاخدي البرنسبلز دي وتحوليها تحطيها في البرنامج بتاعك. يعني هنا الشطارة من ان انا استفيد من هذه القراءات. دي فايدة الموضوع ده انك انت تقدري تحولي البرنامج بتاعك لبرنسبل زي دي بالظبط، تاخديها وتعتبريها دي الجايد بتاعك in your program اللي انت هتعمليه. البرنسبل 2 عباره، يبقى احنا قلنا البرنسبل 1 هي البريفنشن بروجرام، يجب انهانس بروتكتيف فاكتور، يعني انا بحاول اعمل عوامل حمايه واقلل عوامل المخاطره. دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه بتقول انه البريفنشن بروجرامز، ها، انه البرنامج الحمايه لابد انه يبقى ادريس، يعرف لنا all forms of drug abuse. لازم في البرنامج هتعرفي الولاد بتوعك كل الانواع الدروج ابيوز الون ان كومباينيشن انكلودنج، وكمان تعرفي الكومباينيشن ان واحد يستخدم حاجتين مع بعض، يعني انكلودنج اندر ايج يوز، والحاجات اللي بتستخدم اللي هي ليجال دراجز. في ليجال دراجز وفي الليجال دراجز، بقى زي التوباكو مثلا، زي الالكحول، زي مثلا شرب الشيشه، يعني ده ليجل، يعني مش ممنوع قانونا يعني، لكن ايضا هنحطه عندنا في الريسك فاكتورز، لان دي الحاجات دي منها بيتعلموا الولاد انهم يعني، او السجاير العاديه، التدخين العادي الذي يتحول الى تدخين بالمخدرات. طيب the use of illegal، يبقى عندنا كلمه ليجل يعني شرعي او قانوني، illegal يعني غير شرعي او غير قانوني. بعدين زي مثلا المرجوانة دي غير قانونية، الهيروين غير قانوني. طيب and لكن قلنا التوباكو والايكول عادي، ده legal يعني. and the inappropriate use، عدم مناسبة الاستخدام او الاستخدام الخاطئ يعني legality obtained substances، زي ان هالينس بريسكريبشنز او ميديكيشن، يعني او مثلا تعرفين انهالينس اللي هي اجهزه الاستنشاق، يعني في اجهزه بنديها للناس المرضى يستنشقوها، ياخدها الناس المدمنين هم نفسهم او ياخدوا ادويه اللي هي بريسكريبشن ميديكيشن الادويه، ودول بيسموهم الاولاد دول بياخدوا حاجات كيمياء بنسميها كيمياء. اوفر ذا كاونتر دراج اللي بناخدها من على الرف، اللي هي من غير الروشته يعني. طيب خلاص عرفنا ان الخطوه الثانيه او القاعده الثانيه ان احنا هنوصي هنجمع هنعرفهم ايه هو الليجل وايه هو اللي مش ليجل وايه هو الخطر وايه هو كل الحاجات دي لازم نعرفها. نمبر 3
prevention program should address the type drug abuse problem. لازم نحدد المشكلة اللي عند أولادنا إذا كانوا من local community, target risk factors and strengths identified protective factors. هنا بقى بنعرفهم إيه عوامل الحماية وإيه عوامل المخاطرة. 3 سهلة جدا. 4 بقى prevention program, برامج الحماية يجب إنها tailored. تيلورد يعني تصمم, هي تيلورد جايه من الترزي لما تصمم لنا فستان ولا حاجه, بس هنا تيلورد يعني البرامج يجب انها تتصمم تو ادريس ريسك سبيسيفيك تو بوبيليشن, نحددها لناس معينين. انا ساتش ايز الايدج يعني محددها للبنات, محددها للصبيان, محددها لاولاد صغيرين, محددها لاولاد المراهقين. لازم احددها للعرق المعين يعني, لازم احدد هنا يبقى نمبر 4 بحدد العينه اللي انا هشتغل عليها وهي خصائصها. 5 البرنسيبال 5 بقى فاميلي بيزد بريفنشن بروجرام شود انهانس فاميلي بوندنج. مهمه قوي الفاميلي بوندنج دي, الروابط الاسريه. فاميلي بوندنج لما نقول بوند يعني الطفل لما يحضن امه كده يبقى هي بتعمل بوند معاه, بتعمل نوع من الروابط. فهنا بنقول فاميلي بيزد بريفنشن بروجرام, برامج اللي بتعتمد على الحمايه بتعزز بانهانس بتعزز البوندنج. البوندنج والريليشن شيب انكلودنج بارنت سكيلز يعني المهارات الوالديه. براكتس ان ديفلوبنج بنعمل بنحاول نمارس عشان نحسن يعني. ديسكاسنج ونناقش كمان. انفورسنج فاميلي بوليسي يعني بنحط للاسره سياسه في السبستانس ابيوز يعرفوها يعني. and training in drug education and information, ونديهم كمان يعني نعلمهم ايه هي المعلومات المتعلقه بمساله الدراج ابيوز. family bonding ها العلاق الروابط الاسريه is bedrock يعني هي الاساس. bedrock هي الصخره الاساسيه. bedrock 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 rock يعني ايه؟ يعني زلطة يعني, هي الحجر الأساسي للعلاقة بين البيرنتس اند تشيلدرن, بين الوالدين وبين الأطفال. البوندنج كان بي سترينثد, البوندنج دي أو الروابط الأسرية دي يمكن أن تقوي ويمكن نتدرب عليها كمان في السبورتيف اوف تشيلدرن في محاولتنا لأن احنا ندعم الأطفال, والبيرنت تشايلد كوميونيكيشن وندعم التواصل بين الوالدين وبين الولاد. بارنتال مونيتورنج يعني بارنتال يعني الوالدي يعني, مونيتورنج اند سوبرفيجن الاشراف الاسري يعني التوجيه والاشراف الاسري بيعتبر كريتيكال, ده مهم قوي في عمليه الوقايه من المخدرات. هذه المهارات ذيس سكيلز كان بي انهانسد يمكن ان نعززها بالتريننج اون رول سيتنج تكنيك اون مونيتورنج اكتيفيتيز, ازاي نعمل برامج وانشطه لتعزيز الحمايه. بتتضمن ايه بقى البرامج دي؟ بريز حاله الثناء لما اثني عليك, مش موست اوف ذا تايم بانش او بليم تشيلدرن ان احنا نوبخ العيال, لا احنا بنعمل هنا بدل ده بنعمل البريز. البريز اللي هو الثناء تو ابروبريت بيهافير يعني يعمل سلوك كويس نقول له برافو اند مودريت كونسيستنت ديسيبلين, ونحط نظام كلمه ديسيبلين 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 نظام, نحط نظام كونسيستنت متسق متسق متوسط مودريت يعني لا عقاب شديد ولا تدليل مفرط يعني. فاسمه ايه ده بقى؟ اسمه مودريت كونسيستنت ديسيبلين, حط نظام معتدل للتربيه وانفورس يقوي ويعزز عندهم الفاميلي رولز القواعد الاسريه يعني كل اسره يبقى عندها نوع من القواعد. الدراج ايدوكيشن المعلومات او التعلم بتاع اللي بيتعلق بالاباء والامهات اللي احنا بنعلمهم والكير جيفر, مين هم الكير جيفر؟ المعلمين, الحاضنه, المربيه, كل دول كير جيفر. كير جيفر يعني ايه؟ ندي الخدمه, الناس اللي بيدوا الخدمه او الرعايه. رينفورسز بيعززوا على تشيلدرن ار ليرنينج, بيعززوا انهم يعلموا الاولاد وات هارمفول افكتس اوف دراج,
ما هي مخاطر المخدرات and opens opportunities وفتح الايه وفتح الفرص للاسر للمناقشات تتعلق بالابيوز اوف ليجل اند الليجل سبستانس. نتكلموا معاهم في الليجل والالليجل سبستانسز يعني المواد المشروعه او القانونيه والمواد غير القانونيه. برينسيبال 6 القاعده 6 ده يفيدك جدا 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 يا عزه في البرنامج. القاعده السادسه في برامج الحمايه يمكن ان احنا نصممها تو انترفينس او التدخل المبكر انترفينس ايرلي بري سكول. نتدخل نعلم حتى العيال بري سكول. بري سكول دول يعني 4 سنين ازاي نتدخل ونقدر نفهمهم باسلوب مبسط ايه هي المخاطر او العوامل الخطره زي مثلا السلوك العنيف ده خطر لانه ده يؤدي الى البور سوشيال سكيلز اللي عندهم مهارات اجتماعيه فقيره او قليله او ضعيفه اكاديميك ديفيكلتس انه عندهم صعوبات دي كلها قد تكون مبرره لانه بعد كده يتعاطى المخدرات. فناخد العوامل دي المبكره ونحاول ايه نعالجها بشكل ايرلي. نمبر 7 القاعده السابعه بتقول لنا بريفنشن بروجرام فور اليمنتري للعيال الاليمنتري سكول. طبعا انت هتختاري هنا حسب العينه اللي احنا واخدينها في البحث بتاعنا. بنقول تارجت شو التارجت يعني لازم نحط لها هدف نحط هدف امبروفنج اكاديميك الحمد لله ان احنا ان احنا يا عزه نحط تارجت improving academic and social emotional learning ان احنا نحسن لهم الاداء الاكاديمي ونحسن الاداء الاجتماعي الانفعالي علشان نحدد ايه العوامل بتاعه الدراج ابيوز ايه عوامل الخطوره اللي هتعرضوا للدراج ابيوز زي الايرلي اجريشن اللي هو العنف او العدوان المبكر الاكاديميك فيلير انه يكون بيسقط في المدرسه اند سكول دروب اوت اللي هو التسرب المدرسي سكول دروب اوت يعني التسرب المدرسي. education should focus التعليم يجب ان يركز على المهارات التاليه conduct problem prevention work يعني ناخد بالنا من مشاكل السلوكيه وايضا السلف كنترول ضبط الذات وايضا الايموشنال اويرنس الوعي العاطفي او الوعي الانفعالي وايضا نركز على الكوميونيكيشن اللي هو حكايه التواصل وايضا نركز على مهارات حل المشكلات اللي هي بنسميها سوشيال بروبلم سولفنج يعني حل المشكلات الاجتماعيه وبعدين اخر حاجه اكاديميك سبورت الدعم اللي بنقدمه الاكاديمي سبيشالي ان ريدنج خصوصا في مشكلات القراءه وما الى ذلك. بعد كده عندي برينسيبال 8 القاعده الثامنه بتقول لي بريفنشن بروجرام فور ميدل اور جونيور هنا الولاد اللي في المدرسه المتوسطه بقى دي والهاي سكول دول بنقدم لهم لابد ان احنا انكريز اكاديميك اند سوشيال كومبتنس لازم نزود عندهم الجداره او الكفاءه كومبتنس يعني الكفاءه او الجداره الاكاديميه والاجتماعيه